فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي فيها شرك وسحر؟ وهل من شاهد هذه الأفلام يكون كمن يذهب إلى الساحر فلا تقبل له صلاة؟ لا يجوز مشاهدتها إلا لمن عنده علم ويريد أن ينبه عليها ويحذر منها ويرد عليها، أما من لا يرد عليها ولا يحذر منها فلا يجوز له أن يشاهدها. نعم.